من أجل تحويل مدينة الشارقة إلى مدينة مستقبلية مستدامة، احتضن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واحداً من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية التطبيقية للمواصلات الذكية على المستوى العالمي، إذ انطلق مشروع القطارات الهوائية المعلقة في الأرض بالتعاون مع شركة يو سكاي. دعونا نتعرف معكم مشاهدينا على هذا المشروع. نود أن نقدم للشارقة ولدولة الإمارات والمنطقة أكثر وسائل النقل تطوراً وتقدماً وأماناً، والتي تعتبر جزء من مستقبل حضارتنا، وذلك لأنها تستخدم أراضي أقل وتكلفة أقل وبكفاءة أعلى، وستقلل هذه الأنظمة من حوادث السير والازدحام المروري، ونحن متفائلون لهذا التقدم في التجربة اليوم. كيف يتم التحكم بهذه القطارات؟ لدينا نظام تقني متقدم جدا كما ترون، ومع وجود مشغل يمكنه أن يسير أكثر من 20 قطارا، وذلك لتوفر أحدث التقنيات الإلكترونية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والذي سيسهم في التقليل من نسب الحوادث بين القطارات ويرفع من مستوى الأمن كذلك. انطلق المشروع في مرحلته التجريبية، فهل هناك سكك سيتم بناؤها؟ حيث نجري التجربة اليوم على هذه السكة والتي يبلغ طولها 400 متر، وسرعة القطار لدينا تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، لذلك نقوم الآن ببناء سكتين بطول 2.4 كيلومتر، سيتم الانتهاء منها في أكتوبر ونوفمبر، وحينئذ سنختبر القطار بدون سائق، تصل سرعته إلى 150 كيلومتر في الساعة، وستكون عبارة عن قطار للسفر والشحن الذي يصل حجم حمولته إلى 30 طنا. أهلا بكم في المستقبل. مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ثورة تكنولوجية تسعى لمواكبة تطور وسائل النقل المستدامة والتي تواكب النمو الكبير للمدن والتنمية الاقتصادية في كافة مناحي الحياة.